بالرزبة برضوها نسبة مشوها فردة على المرور ده مش دسلة العيال دشيشنا كلوس اب سيجنال ما بيندفوش. أول مرة جيت القاهرة كان في 2018 غالبا، كنت حاسس إنها فيلم، كانت شبه الأفلام اللي كنت بشوفها يعني وكده. كان في اعلان المفروض اعمله، بتعمل فيه فويس اوفر، ودي كانت اول مره. بعديها بدات اجي بقى للحفلات وكده. القاهره بالنسبه لي لذيذه في ان هي فيها احداث يوميا، واسكندريه بالنسبه لي في ان هي فيها راحه البال يعني وكده. العلاقات هنا كلها، في موارد كتير هنا قوي تساعد ان الشخص يابجريد عادي. هو بيبقى يوم بنزل مع صحابي عادي، نروح نتغدى في حته بتاع، بس انا اصلا كنوعي انا مش النوع اللي بيخرج كتير وكده، I'm not outgoing، انا بيتوتي اكتر يعني. مش شرط المدينه هي اللي فيها فنانين، واكشلي في الحقيقه يعني الفن بيتهيألي انا في منظوري بيجي اكتر من الحتت اللي مش في المدينه. في حاجه كده بتقول لك البضاعه الحلوه بتجيب زبونها يعني، فهو لو حاجته جامده فكده كده هيتسمع وهيوصل يعني. اكتر اوقات اتبسطت فيها في القاهره كانت الاوقات اللي بيبقى فيها حفلات. الحفلات في القاهره جامده فشخ يعني، جامده قوي، والناس بتبقى متحمسه. اليوم المثالي بالنسبه لي يوم ما فيهوش مشاكل، مفيش حاجه، قاعدين نشتغل شغل يعني، اليوم اللي هو يمشي شغل كله شغل وما فيهوش مشاكل. نفسي اعمل تور في اوروبا، نفسي اعمل تور في العالم العربي طبعا، نفسي اعمل تور في مصر، الفها من تحت لفوق.